60% 42 لتر سائل موجود بجسمك، مي موجود بجسمك. الفيميل شوي نسبتها اقل، وهاي النسبة تقل تقدم العمر لكن تقل جدا جزء جدا بسيط، يعني تنزل يجوز 50 الى 55%. فهاي التوزيع الجسم اما يكون الغالبيه داخل الخلايا اللي هو ثلثين من المي الموجود بجسمنا يكون داخل الخلايا، اوكي، والثلث خارج الخلايا. داخل الخلايا شو اسميه؟ انتراسيلولار. الثلث الاقل هو خارج الخلايا اسميه اكستراسيلولار. الاكستراسيلولار ينقسم الى ثلثين هو بين الخلايا انتراتيشيال، اوكي، هذا دا احكي بس الثلث اللي هو اوكي اقسمه ثلثين يكون انتراتيشيال. انتراتيشيال هاي المجال اللي يكون يفصل بين الخلايا، والثلث الاخير والجزء الاصغر منه هو البلازما، يعني هو ثلث الثلث. انت حتتعامل ويا هذا الثلث اللي بالبلازما، من حتنطي بلاد او تسحب بلاد او تنطي اي في فلود او تنطي ميديكيشن، لازم تعرف الكومبوننت مال هذا الفلوس، ايش قد بي تونيك وايش قد بي مواد سوليوت زاد ابيبين، حتى تعرف حركيه السوائل داخل الجسم، اوكي عيني. واللي يتحكم لي بهاي العمليه مال حركه السوائل داخل الجسم هو الاوزمولاريتي. الاوزمولار تعرفوا شو المصطلح اوزمولاريتي؟ يعني الكونسنتريشن مال السوليوشن اللي انطيته والكونسنتريشن مال البلاز. اكو حالات مرضيه الاوزمولاريتي اوف بلازما تختلف، فلازم انا عندي ترابط بيناتهم. يقسمون السوائل الى هايبرتونيك ايزوتونيك وهايبرتونيك حسب الكونسنتريشن مالتها حسب الاوزمولاريتي، اوكي. فاللي قريبه على الاوزمولارتي مال البلاد، طبعا البلازما الاوزمولارتي الطبيعي مالتها هو تقريبا 295 الى 295 اسميها ايزوتونيك، والاعلى هي تكون هايبرتونيك والاقل هايبرتونيك. انت من تفتهمها تعرف انه الهايبرتونيك هو بمي قليل بسوليوت هوايه، لذلك هو الكونسنتريشن مالته عالي، مي قليل بي، فحيسوي شيفتنج للفلويد للسائل من المكان السائل الاعلى للمكان السائل الاقل، حيجذب فلويد. هذا معنى من تسمع فلويد حتنطي هذا هايبرتونيك، هذا حيدخل لك سوائل من بقيه الخلايا مال الجسم للفاسكولار. اذا تنطي شيء ايزوتونيك متعادل هذا حيعبر الاغلفه ويكون متعادل، يروح انترافاسكولار ويروح انترستيشيال ويروح انتراسيلولار، اوكي. لذلك مهم هاي النظريه حتى تعرف انت اي سائل تنطيه، حتى البلات. البلات شو يعتبر؟ ايزوتونيك لو هايبرتونيك؟ شو تصور؟ لا هايبرتونيك لان مولكيولر ويت الموجوده بي كلش عاليه، اوكي كلش عاليه فيعتبر هايبرتونيك. وعندك ايضا مثلا البومين بروتين كبير حجمه هذا يعتبر هايبرتونيك، هاي من الامثله على الهايبرتونيك. شنو عندك يعتبر الايزوتونيك؟ سامعين كلكم فيه تعرفوا نورمال سلاين. ليش سموه نورمال سلاين؟ نورمال سلاين سموه لانه هو مساوي للاوزمولارتي تقريبا، مساوي للاوزمولارتي مال البلات، اوكي مال البلازما اللي قلنا هي تقريبا 275 الى 290. فاهم عمليه انت حتى تحصل اي في انسيرشن حتى تسوي فلويد ريسستيشن، تنقذ حياه انسان اذا سويت فلويد ريسستيشن اذا هو كان ديهايدريشن، تعرض لحاله صحيه فقد السوائل مالته، دياريا، فوميتنج، بور اورال انتيك، المريض انكونشياس، تعرض الى تروما، فقد بلاد، اوكي؟ انت شلون حتعوض هذا كله؟ انت اول لازم عندك اي في اكسس. والشاطر اللي ينقذ المريض اللي هو مباشره اسرع واحد ممكن يحصل له اي في اكسس، احتمال تكون تقريب عليه كلش، صيدليته قريبه على بيتهم، تنقذه بين ما يوصل للمستشفى اذا حصلت له اي في اكسس، لان بمرور الوقت يصير دمج بالفين، يصير كولابس اذا استمر الديهايدريشن، يصير كولابس بالفين، يصير ديفيكولت انسيرشن كانوليشن، اوكي؟ فصعوبه احصل اي بي اكسس. فكلش مهم انت حتى تحصل اي بي اكسس لازم عندك اهم فائده هي الفلويد ريسستيشن. انترافاسكولار فلويد ديبليشن كان اكر بيكوز ذا شوك. شنو الشوك؟ صدمه.
الصدمة يعني هو أي شيء يسوي خلل بالجسم، خلل بالتوازن الخالق رب العالمين عندنا. هذا التوزيع مال السائل، الجنة هو ثلثين بالخلايا وثلث خارج داخل خارج الخلايا، وهذا الثلث اللي خارج الخلايا هم متوزع. أما انترستيشيال أو ترافاسكولار، هذا إذا صار بي أي خلل يؤدي إلى صدمة شوك، ونوع الصدمة احتمال تكون هايبوفوليميك قلة بالسوائل، أو احتمال سيبتيك شوك. شنو سيبتيك؟ تسمم بالدورة الدموية بسبب التهاب، التهاب بسيط واحد مناعته منخفضة فيسوي سيبتيك شوك. فلذلك أنا لازم أنطي فلود بهاي الحالة. فأهم أهم فائدة أنت تقدر تتعلمها حتى ورا ما تحصل IV access تقدر تنطي فلود للمريض أو تأخذ منه بلاد سامبل. طبعا غير الفلود المتعارف عليها اللي هي الايزوتونيك النورمال سلاين، عندنا نوع من الفلود يسموه الكولويد اللي يشمل البلات، البلات يسميه كولويد، الالبومي يسميه كولويد. واضح؟ ضمن الكومبوننت اللي هي اوريدي موجوده باجسامنا هاي يسميها كولويد، بينما السوليوشن اللي بها الكولويد هاي يسميها كريستالويد. فهاي المصطلحين لازم تعرفوها انواع الفلود. الفائده الثانيه اللي كلكم حتمارسوها بصيدلياتكم انه متحصل اي في اكسس حتى تنطي ميديكيشن، ادمستر ميديكيشن. لازم تعرف انواع السوائل وتعرف الادويه حتى تعرف الدواء هذا كومبارتبل with this IV fluid. يعني شنو compartment؟ compartable يعني متلائم وياه. اقدر امس جديد مثلا اجاك بالصيدليه مريض قال لك هذا الدواء كاتب لي الطبيب، كاتب لي لازم انطيه عن طريق الوريد، لازم تقترح له انت سائل وريدي يكون متلائم وياه. واضح؟ حتى ابقيه بالفاسكولار مده كافيه. فلذلك اغلب الادويه استخدم وياها النورمال سلاين. اكو استثناءات استخدم وياها دواء مثلا فلويد اخر اللي هو الجلوكوز سلاين، من ضمنها مثلا البوتاسيوم. اوكي مثلا اكو بعض انت بالصيدلية مالتك او مثلا بالمستشفى سالك الطبيب قال لك انا هذا المريض عنده ديبليشن بالبوتاسيوم، ديبليشن بالبوتاسيوم واحتاج احط البوتاسيوم، هاي الابره الميديكيشن اريد احطها بفلود اي اوكي حتى اوصل المريض. ايش تقترح لي انت كصيدلاني يا اي فلود استخدم؟ ايش تقترح لي يا دوي؟ ما اقترح لاي شيء جلوكوز. ليش؟ الجلوكوز لازم انا افكر الجلوكوز هذا حيسوي تنشيط الانسولين. الانسولين من يتنشط يعمل على دخول البوتاسيوم من الدم للخلايا هم بالخليه. انا اريد اصعده بالدم، هو هايبو هايبوكاليميا. فتقول له لا تحطه في شيء جلوكوز، حطه بنورمال سلاين، اي شيء ما في جلوكوز حتى تنشط الانسولين مالته. فكلش مهم تعرف الكومبوزيشن مال الفلويدز، كلش تعرف مهم تعرف الكومباراتبل اوف ميديكيشن وذ ذيس فلويدز وذ ذيس اي في فلويدز. اوكي زين، انت ليش تنطي اي فلويد اي في ميديكيشن؟ احنا قلنا نحصل مفعول سريع، مو بس نحصل مفعول سريع، اكو ادويه الميتابوليزم مالتها كلش سريع بجسمنا تنتهي within minutes. انا اريدها تطول مفعولها فتره طويله، مثلا اريد 24 ساعه يبقى يشتغل هذا الدواء اللي هو مجرد اذا انطيته انا اي في بلس دوز وحده هذا حينتهي مفعوله عن طريق الميتابوليزم اللي يمر بالدواء بجسمنا. لذلك انطي يسموه اي في انفيوجن. شنو معنى انفيوجن؟ شنو معنى كلمه انفيوجن؟ يعني انتشار بصوره بطيئه على مدة اللي تحتاجه انت تبقى هذا الدواء بجسمه، مكان ما اخليه ساعه وينتهي بجسمه اخليه 12 ساعه او 24 ساعه. اسميها اي في انفيوجن او اسميها اي في دراج. الاستخدام الثالث اللي تقدر تستخدمه بالاي في انسيرشن، اذا تعلمت الاي في انسيرشن والكانيوليشن، تعطي نيوتريشن تغذيه وريديه. التغذيه الوريديه اما نستغرب ليش انا واحد ما ياكل بالفم احتاج تغذيه وريديه؟ منو يجي ببالكم انتم؟ منو يجي ببالكم؟ نعم؟ خالد؟ واحد فاقد وعي، واحد بالار سي وفاقد الوعي، عنده صعوبه تحكم بعضلات البلع. اوكي؟ هذا احتاج له اي في نيوتريشن. لا اوكي عيني. فمهم كلش احصل اي في انسيرشن عن بعد النيوتريشن. قلنا فاقد الوعي كبار السن ايضا مو فاقد الوعي تلقاه
بس عنده صعوبه بالبلع، تحكم عضلات البلع يغوص مزياف، هذا يحتاج له اي في كانوليشن، احتمال يروح الاقرب صيدليه يريد اي في كانوليشن يحصل له اي في اكسس على ود يعلم له نيوتريشن بالبيت، جايب له نيوتريشن مالته جاهزه حاطه اياه بالبيت، بس يجي الصيدليه قريبه يمه بحط له كانيوله حتى يوصل للبيت يحط له التغذيه مالته، التغذيه الوريديه. التغذيه المريض اذا كان معتمد 100% على التغذيه الوريديه ونهائيا ما يقدر يبلع اسميها توتال بارنترال نيوتريشن. واضح؟ اذا كانت جزئيه اسميها بارشيال بارنترال نيوتريشن. فالاستخدام الثالث اللي هو النيوتريشن. طبعا اكو استخدامات اخرى، انتم كلكم صيدلين. انا توقعت انه مثلا اكو اقسام ثانيه فحاطط استخدامات اخرى مثلا بالايمجين. شنو الايمجين؟ التصوير الشعاعي. المصور الشعاعي ماكو وياكم تقنيه اشعه. تقنيه الاشعه حتى يشوف اجزاء الجسم لازم يمرر صبغه بالعضو اللي يريد يشوفه، مثلا يريد يصور يقول مثلا الفاسكولار الموجوده بالليس باللور ليس. الفاسكولار يمرر صبغه عن طريق الفاسكولار مال اللور ليس حتى يشوفها واضحه بالايمجينج مالته. فهذا لازم احصل له اي في انسيرشن اي في كانوليشن. وكيف هذا استخدام رابح بين ايدي ولو تساعد. هاي مقدمه. انت ليش تستفاد اذا حصلت اي في اكسس؟ ليش تستفاد؟ ليش تتميز انت كصيدلاني اذا حصلت كانوليشن؟ تعلمت كانوليشن. انت من تعلمت الكانوليشن ما حتنزل تكون ممرض، لا، بس انت حتكون صيدلاني متميز عن غيرك اللي هو الغالبيه ما يعرف الكانوليشن، ما يعرف يحصل بلاد سامبلنج، اوكي؟ ما يعرف يحصل اي بي اكسس. واضح؟ اكو اي سؤال؟ يلا اشكركم. زينب محمد، دكتوراه صيدله كيمياء. السلام عليكم. السلام. جمعه مباركه، عاشت ايدكم على الحضور والجمع هذا. نتمنى لكم كل الموفقيه بحياتكم العلميه والعمليه ان شاء الله. بما انه الاغلبيه هنا صيدله، واهلا وسهلا بالاقسام الاخرى. راح اتكلم في شيء بسيط لان استاذي دكتور فراس بعد كفى ووفى شرح يعني كثير امور فيما يخص مجالنا ومهنتنا. احنا كمهنه بصوره عامه هي مهنه انسانيه، اوكي، بالاضافه انه مثل ما نقول الجانب الاخر اللي احنا نستفاد منه، وواحد مثل ما نقول هو مثل ما نقول عيشته عليه، بس لازم اول شيء يكون عندنا انه الجانب الانساني نخليه ببالنا. احنا نبقى في تعلم مستمر كطلاب بعد ما تتخرجون ان شاء الله بخير وسلامه. الصيدله بيها اقسام، احنا هنا بالعراق عندنا 6 اقسام، 6 ديبارتمنت فيها، اوكي، كيمياء صيدلانيه، صيدلانيات، عقاقير، علوم مختبريه سريريه او يسموها كيمياء سريريه، 6 اسماء شويه تصير تغيير بيها، الفارما، السموم، وغيرها يعني العلوم المختبريه. هاي الاقسام المختلفه طبعا بالخارج اكو اكثر تفرعات، اكثر كل ديبارتمنت من هاي الديبارتمنت بيه تخصصات دقيقه اكثر، بس احنا هنا بالعراق حاليا هي هاي 6 الاساسيه الموجوده عندنا. الاغلبيه العظمى اللي تتخرج من الصيادله التوجه وين؟ الى الصحه والمستشفيات وكذا. قسم رقابه دوائيه، قسم كليات، قسم مصانع. طبعا التوجه للمصانع قليل جدا لانه ماكو توعيه وماكو نشر او ذاك الانترست بهالجانب، بس هو احنا المفروض يصير مستقبلا ان شاء الله التوجه، بما انه اعداد كثيره لازم شويه يصير في نوع من الاتزان حتى لا يكون فقط الضغط على جانب الصحه، اوكي. طبعا بالنسبه انت كطالب بعدك هسه مثل ما نقول في طور انه بس نحاول انه نوصل لك اكبر قدر ممكن من المعلومات وكل الاختصاصات. انا بالنسبه لي تخصصي كيمياء طبيه او كيمياء صيدلانيه. ككيمياء بصوره عامه هي كماده شويه تكون يعني مثل ما نقول مو مهضومه من الاغلبيه، بس هي الصيدله ربط بين الطب وبين الكيمياء، يعني مثل ما نقول الحاله مثل ما نقول الوسط بيناتهم. فاحنا اذا انت ما تعرف او ما عندك في التخيل لهذا الدواء، اوكي، وامكانيه هو مثلا كل دواء تعرفون بي افكت وبي سايد افكت، هذا السايد افكت نتيجه
جزء معين بالستركتشر مال هذا الدول. فاذا انت ما عندك تخيل شنو فرقك عن الدخيل او شنو فرقك عن اي شخص واقف بالصيدليه يتعلم المهنه، احيانا تجي بعض الحالات تجي بعض الكيسات يقول لك اني اخذت استخدمت الدواء صار بعض الاحيان تداخلات دوائيه. فاذا انت ما عندك فالتخيل بسيط او ما عندك فالعلميه زينه او ما تطور نفسك، ترى اذا حتى لو تتخرج حتى لو تكمل زين لازم تبقى في دراسة وفي هاي الدورات مثل ما نقول هي كلش فشي يساعد ويقوي من الانفورميشن او من الجانب العلمي او الجانب العملي للشخص اللي مثل ما نقول سواء في الصحة او على التعليم. طبعا تبقى حسب رغبتكم حسب مثل ما نقول توجهكم حسب الاستاذ اللي درسكم في حينها. اكو بعض المواد يعني انا من الناس اكو احب مواد معينه ومواد ثانيه ما هلقد اتقبلها. ليش؟ لانه يجوز الاستاذ اللي درسني اياها صح عنده علم صح عنده علم وامكاني بس ما وصل لي المعلومه جزء بصوره صحيحه، فبس مجرد قريت على قد النجاح خلصت اخذت عبرت هاي المرحله عفت هاي الماده. بس دائما اتمنى انه يكون عندكم حرص ومتابعه وخليكم على شكل مجاميع، يعني حتى انت كطالب لا تبقى وحدك بعزله. اي ماده صعبه اقسمها على زملائي، احنا 5-6 طلاب بنات ولد او مفترض اوكي كل شخص عنده فد ليفل معين يعني مثل ما نقول بدماغه راح يفتهم في جانب معين راح يقدر يوصل لكم هذا الشيء. بالنسبه كصيدله بالنسبه كمهنه لازم انه شويه يصير احنا شويه بعض الاحيان مظلومين حتى اعلاميا، دائما يصير فوكسنج على جانب معين فشخصيه معينه يعكسوها على البقيه. فاحنا يعني مثل ما نقول من هذا المنبر من هذا المكان نتمنى انه انتم اللي حتكونوا انتم مثل ما نقول المستقبل لهذا الشيء. نحاول نتعاون احنا وانتم حتى مثل ما نقول نحصل او تحصلون اكبر قدر ممكن من العلم، اكبر قدر ممكن من مثل ما نقول الماده العلميه او المعرفه اللي هي تكون تفيدنا بحياتنا سواء العلميه العمليه، نفيد اهلنا نفيد اقاربنا نفيد مثل ما نقول معارفنا نفيد انفسنا قبل الكل. لانه انت من تكون صاحب علم راح مثل ما نقول تحس اكو فد انجاز بحياتك، اكو فد رساله اديتها بهاي يعني بهاي الحياه، مو بس انه اكل ونوم وطلعنا وداومنا وسقطنا فرض. لا، اذا انت ما تحضر المحاضره اوكي جزء عندك ظرف معين بس مو تاخذها عاده وتشجع البقيه عليها. تكلم دكتور فراس في الخصوص انه دائما ليش تشجعوكم على الغياب، ليش تشجعوكم على الاضراب. دائما انت كل محاضره تحضرها راح تكتسب في شيء معين، راح تكتسب في جانب معين. ما ادري العفو اخي اسمع صوتي او لا بس يلا تحت المايك. اذا اتمنى دائما انه نكون قد الامانه العلميه اللي احنا بيها. بالنسبه للي يحب يكم يكمل دراسات شيء هذه من حيوصل رابع خامس ان شاء الله وحيشوف مثل ما نقول اساتذه راح ياثر بيه في استاذ معين، راح ياثر بيه في الدكتور معين، راح تاثر بيه في ماده معينه. يعني انا الاختصاص مالتي صراحه مو انا ما اختاريته، هم اختاروني لان انا من الاوائل وانسحبت لهذا الاختصاص، كنت رايده غير اختصاص بس سبحان الله صح فتيت بهذا الجانب بس الحمد لله وشكر اثبتت جداره بي وابدعت بي واستمريت مثل ما نقول بي. دائما خليكم تواقين للعلم، خليكم محبين له. هي كمواد انا اقول لكم واني مره بهذا الشيء ما اقول لكم حلوه كلها لا، بس حاول انت تحب الماده، حاول انت تروح تشوف شنو دورات تفيدك سواء بجانب عملي بالنسبه لجانب الصيدليه والتواجد والكذا. احنا قبل يعني قبل كم سنه انا ما كنت اعاني من اوقف اريد اتدرب صيدليه اقوى، يعني مثل ما اقول انا كنت اختار يا صيدليه اللي اريد. حاليا دا الاحظ حتى طلابي دا يعانون من هذا الشيء انه يا احنا ما نلقى صيدليات نضرب بيها. صراحه انا اساتذتي لهم فضل علي كانوا يطلبوني كتب يعطوني مثل ما نقول مراجع يختبروني بالصيدليه اوكي كنت اسجل معلومات دائما افتح الليفلت اقرا اباوع على الستركشر اشوف يا مجموعه فعاله هي هاي اللي تعطيني الافكت ويا مجموعه فعاله هي اللي تسوي لي الانديزايربل سايد افكت. فانت اذا تتخصص مثل ما نقول خلينا نقول الجانب الكيميائي اللي هو يعطيك الماده الفعاله الاكتف انجريدينت، فانت لما حتفهم فالتخيل البسيط عنه راح تعرف شلون بعدين تاخذ السايد افكت مالته وتقلل من عنده. هسه مثلا المتفورمين خلينا ناخذ كمثال بسيط وعام الاغلبيه سامعين بيه عليهم المشكله مالته الجي اي تي ابسيت. ليش؟ يعني كثره الكاربوكسيل فانكشنال جروب بي سي او اتش
فدائما مثل ما نقول هسه لو تشوفون الادويه اللي يكون بها متفورمين بس دواء ثاني ويا ليش اضافوا له مجموعه ثانيه مجرد اكبر هاي الكربوكسيل جروب اعبرها من الاستومك وراها من توصل للانتستين ما راح يكون عندي هذا الجي اي تي او سيتوزونزي او الفوميتيك وكذا. فاحنا يعني كثير تفاصيل كثير امور صراحه ما اعرف انه صراحه الوقت هسه حاليا ما يسعنا بيها بس ناخذ يعني احسن ما نقول اخذنا فتشي بسيط على كل ديبارتمنت. وانتم بعد تكون من توصلون تتخرجون حتشوف انت تحب في جانب معين يجوز تحب الفارماسيوتكس الصيدلانيات انه شلون تحضر مثلا الكريم شلون تحضر الكبسول شلون تحضر السبوزيتوري اوكي او يجوز يعجبك تحضر الماده الفعاله او جماعه الفارما السموم تطبقها على انيمولز اوكي. فهي هاي كل ديبارتمنت الى فد مثل ما نقول فد جانب حلو الى فد جانب شويه صبر لازم يكون عندك. اتمنى لكم الموفقيه ونرحب بكم مره ثانيه وعاشت ايديكم على هذا الحضور هناك موفقين بحياتكم. شكرا جزيلا. تفضل الاستاذه الدكتوره تغريد فضل اختصاص احياء مجهريه مرضيه. السلام عليكم. احنا طبعا فخورين جدا بكم فئه الشباب وانا متعوده دائما على الطلاب انه انطي دورات مستمره من سنين ويا منظمات وغيرها وغيرها. انا قليله الكلام كثيره العمل فراح انتم اكون مسؤوله عليكم بالعملي فانزلكم جوا أدربكم على كيفية سحب الدم بحيث تطلع من خلينا نقول هذا المؤتمر البسيط أو الدورة الكل يعرف يسحب دم. كم واحد يعرف يسحب دم هسه من القاعدين؟ زين تساعدوني وياي أوكي ويا فريق الطبي. مشكورين طبعا شباب لهم همة عالية. أريد هسه فد واحد بس متبرع راح أشرح لكم شيء نظري وبعدين أطبقها جوا بالمختبر عملي زين حتى ما تتفاجأ شنو المواد اللي راح تختارها في هسه منو أريد فد واحد تبرع لا أريد ولد ليش حتى الوريد ما تبين من بعيد زين. أول شيء طبعاً أنت كصيدلي طبعاً رئيس قسم التحليلات المرضية بمعهد الطبي التقني المنصور تدرون المعاهد الطبية التقنية إحنا عندنا الجانب العملي أكثر من الجانب النظري فمن يروح طالب الأبو المعهد يعينوه أفضل من أبو البكالوريوس هكذا تعرفوها. وعندنا تعيين مركزي ليش؟ لأن إحنا عندنا 70% على العملي و 30% على النظري فتشوفهم طلابنا اكتف. بالبداية انت كصيدلي مثل ما قال دكتور فراس والاساتذة الافاضل مو بس مهنتك تنطي الدواء وغيرها يعني ترى احنا بالعراق صاير هو طبيب هو ممرض هو محلل هو صيدلي مو تمام. فأنا من الناس ما أروح دائما للطبيب ممكن أروح للصيدلي يصرف لي مباشرة هو من يمه ويطلع أحسن من مع احترامي للكثير من الأطباء. رح يجيك ممكن للمختبر للصيدلية متعلمان المختبر اللي عندنا يجيك للصيدلية طفل ساعة متأخرة مرات حضرت جوال يصير عندنا وهاي كلتنا مارين بيها فترة كورونا إيش قد عانينا احنا منه اللي ساعدنا ضمن الزون بالمنطقة المحصورة ممرض صيدلي طبيب والمحلل طبعا هاي بحث اخر. ممكن انت تسحب دم وتوديه الى المختبر حتى يحلل بعض الاحيان نريد تحاليل آنية بسرعة يعني الطبيب يجيك ممكن ينزل للصيدلية وياك ابو المختبر. ايش راح تسوي انت اول شيء يعني تركز على شغلتين العمر والجنس الايج والسكس هاي بسحب الدم. بعد شنو تركز على الامراض المزمنه شنو عندك كرونيك ديزيز
وتسأله هل أنت مصاب بأمراض سكشوال أو لا. قسم طبعاً الأكثر اللي حيقول لك لا، فأنت دائماً في احتياط أنه دائماً حتى لو هو مبين عليه healthy person تتوقع أنه الدم مالته شنو أو السامبل ب مايكرو أورغانيزم. أوكي، أي عينة، أي مريض، أي واحد يدخل لك لي الصيدلية تتوقع هو مو healthy، مو ممكن هو يكون كارير حامل لي مرض معين، فيروس معين. طيب إذا كان شاب، إذا كان بهذا العمر ما تلحت عليك يعني صعبة إنه توجد الأوعية الدموية مالته، تمام كلكم هسه أنتوا تعرفون البارز إلى السطح هذه هي الأوردة، وتكون بينما الشرايين يعني ممكن هاي اخذكم دوره خاصه فيها حتى كيف تاخذ الدم من الشريان في حالات خاصه. اوكي، منين راح تكون سحب الدم؟ اول شيء لازم اريد اعرف شنو المواد الماتيريالز اللي انت لازم تحضرها قبل ما تسحب الدم. اول شيء السرنجة، تمام، والسرنجة راح اشرح لك عليها السريع وجوه اثناء العمليه راح اركز عليها. السرنجة جدا مهمه، جدا مهمة. بعد شنو؟ جدا مهمة مو لأنه راح أسحب دم، لا، نوعية السرنجة راح أعلمك عليها. بعد عافية، 70% كحول يفضل أفضل من الديتول، زين؟ ليش؟ لأن الديتول راح يبقى ما يتبخر، بينما لازمش أستعمل كحول 70% إيثانول. بعد كوتون، بعد تورنيك. عافية، احنا عندنا طلاب اول ما يجونا ادرس صف اول زين، فتدرون هاي الكلمات صعبة عليهم، فمرات بالامتحان العملي هاي دائما انا اذكرها واقول له مو تسويها، يكتب لي بالسبوت سوند سوند، لا تورنيك زين او الرباط، ماشي. بعد شنو عندنا؟ عافية، هذه اللي هي العدة مالتنا اللي هي البيرسونال بي بي اي، بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، اللي هي اللي انت راح تلبسها، يعني ممكن اي صدرية انت عندك، بس اهم شيء الجلوفز انت لابسها، ماشي. اشرح على السرنجة. السرنجة انت من تختارها، قبل ما تختارها انت لازم تباوع المناطق اللي هي واضحة عندها. إذا من منطقة الآر ما عندي إشكال، أي وحدة تختار ماكو أي إشكال، بس على شرط لازم شنو أنت تعرف التحليل مالتك اللي راح تسويه للبيشنت إيش قد يتطلب، 1cc 2cc لو 5 لو 10، لأن هذا أيضا هو راح يساعدك بشنو اختيار السرنجة. هاي شغلة. شغلة الثانية بعد شنو عندي؟ كلكم شايفين السرنجة بيها سطح مستوي وعقو سطح شنو؟ نهاية الثقب مات الأبرة يكون مائل، تمام؟ دائما السطح المائل يكون إلى الأعلى دائما بالسحب، من تريد تدخل الأبرة يكون السطح المائل وين؟ إلى الأعلى، حتى يكون عملية دخول الدم الى داخل السرنجة بانسيابية، مو تضل تسحب، زين. هاي شغلة. شغلة ثانية، دائما اختاروا السرنجات اللي بيها ربر اسود. كلكم شايفين عكو السرنجات بيها ربر اسود بالداخل وعكو ما بيها، اللي بيها ربر بالسحب تكون سهل تنطيك، يعني بس المجرد تدخلها بالوريد الفين رأسا ينزل لك الدم، زين. بعض الأحيان ممكن شوية تكون إذا أنت مؤود، لا هاي بحث آخر ما راح يطلع لك طبعا دم. هاي شغلة. الشغلة الثانية، كمبتدئين دائما أسحب ما رجع، دائما أسحب لا ترجع لا تدفع. ليش؟ عافية، أنت راح يجي وياها غازز، خاصة إذا أنت مدخلها داخل الفين، ممكن أنت مسويها مؤوتها صايرة بالسكين إلى آخره. هاي شغلة. إذا أول شيء راح أضب النيدل، هي كلها يسموها سرنجة، بس الأبرة المعدنية نيدل، أوكي؟ أضب النيدل
على السرنجة، ويفضل تختار أم تسكرو تفتر، مو هاي اللي تتدخل رأساً. ليش؟ مرات أثناء السحب إذا كان عندي تشايلد فالطفل تدرون هذا يقوم يرفس، شرح تصيد بالنيدل، مرات تشوفه تظل بالوريد والسرنجة تنسحب بيدك ويصير عندك شنو، يظل الطفل ينزف. هاي شغلة، فأنت من البداية اختار السرنجة اللي هي من سكرو تفتر. بعدها كل الشركات شو تسوي؟ تخلي فراغ داخل السرنجة، فراغ. حتى إذا ماكو فراغ شو تسوي؟ تخلي بدون ما تفتح الكفر، هذا عفوا كفر الموجود ما كل تغطي السرنجة النيدل، بدون ما تفتحها، بدون ما تشيلها، حتى يصير عندك تلوث. تسحب السرنجة وترجعها مرة مرتين. ليش؟ حتى تفرغها من الهواء الداخلي بدون ما تفتح شنو؟ الكفر مالتها. إذا فتحتها وسحبتها نسيت شيلها ذبها، لأن سحبت أنت الهواء الخارجي مالت الجو اللي هو كله بيه ملوثات، وأنت راح تيجي وين تدخله بالوريد. إذا صار عندي أول شيء شنو؟ أضب النيدل، أسويها أخذ السكرو، مخاف 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 عليها زين. وعندنا بعد شنو؟ أفرغ من الهواء، أفرغ من الهواء. لا تنسون إذا ما فرغت من الهواء شي يصير؟ هذا الاير بابل اللي حتكون موجودة. بعد الجلطة مو بسرعة لا حتصير بهاي، ممكن بعد راح يجيك دم فد نص سي سي ويوقف. لوش قد ما تحاول تسحب بعد دم بعد ما ينسحب عندك زين. فمن البداية راح يصير الضغط شنو؟ قوي، فما راح يظل يدفع يرجع الدم للوريد مرة ثانية. افتهمناها؟ هذه الأساسيات الثلاثة أو أربع نقاط راح نسويها بالسرنجة قبل ما أشد التورنيكا وأورم إيد البيشنت زين. ليش مرات تشوفون بعض اللي يسحبون دم ليش يصير أزرق؟ لأنه يشد التورنيكا يلا يضبط السرنجة. أنا شو أسوي؟ لازم أضبط السرنجة، أفتحها، أسوي هاي كل هاي الشغلات اللي قلناها، يلا أشد التورنيكا. أوكي زين. المناطق سحب الدم منين راح تكون؟ كلكم سحبين دم، يعني مسحوب من عندكم دم زين. من يا منطقة أكثر شيء راح تكون من منطقة الأرم اللي هي المرفق، أكو البازيليا إلى آخره، والسيفالك، يعني ثلاثة هي رئيسية بهذه المنطقة. تمام زين. إذا ما لقيت هنا وين تروح بعد؟ يا عندي خلي شوفون الجماعة اللي إذا ماكو هنا ما لقيت دم، وإجاك واحد مدبدب، واحدة دبدوبة، واحد كلش ضعيف بالقوة، الأوردة ما تمن بينه، في حالات انخفاض الضغط تعرفون تكسايد، إذا شي يصير بالوريد يختفي يختفي زين. يا أما ظل تضرب عليه بهالطريقة زين، أو أسحنا نحكي على مناطق السحب بعدين أشرح لكم التقنية بالسرعة. إذا ما طلع لك وين تروح؟ أروح على الإيد الثانية. إذا ما طلعت لك عافية، لح أروح على الهاند، الباك أوف هاند. أوكي هذه المناطق، بس هذه شنو؟ هذه عافية كلش اللي هنا تكون painful، يعني مؤلمة. وبعدين عندكم هذه المنطقة بها منطقة أعصاب وأوتار. تمام؟ فش تسوي؟ الجيج إذا أنت تريد تسحب 5 ml دم، تشيل بس النيدل الذبها، والما راح تبدل تاخذ مال وحده صغيره، او تبدل بش شنو ناخذ نسحب مرات، هاي نفسها هم كل ام الفراشه الكانونه مالت الاطفال ممكن تسحب بيها. ليش؟ لان هنا راح يجيك دم نص سي سي وبعدين يتوقف. اذا كان عندك الجيج مالت السرنجه يعني انت مستعملها اكبر من قطر الوريد، فبالبدايه يجي دم وبعدين يتمزق الوريد داخليا يوقف.
يصير عندك هنا هذا الأزرق وتصير شون هيك البابل توقف اللي فوق ويعني بها مشاكل. طيب صارت عندي هنا هذه منطقة والمنطقة الباك أوف هاند، بعد عندي شايفين هالمنطقة، هذه المنطقة اللي هي هاي أوكي، هذه جدا مؤلمة بعد أكثر من هاي، يعني هذه تخليها بالمنطقة آخر شيء نهائيا، يعني الحل الأخير هذا تخليه ونجربها. يعني طلابي يجربون علي بس شنو دير باكم لشلون هنا لأن هاي المنطقة راح تصير أيضا نير، يعني ما أخلي طالب لو أني أسحب لو ما يخاف نقول زين جدا مؤلمة هنا. بعد عندكم الفوت تمام القدم، إذا هي تقريبا نفس مناطق إعطاء مثل ما تفضل قبل شوية الدكتور، أكو مناطق ننطي بها نورمال سالين، ننطي بها جلوكوز إلى آخره، تقريبا نفس المناطق نقدر شنو نسحب من عندها الدم. بعد منو عندنا يجيك واحد محروق، واحد مضروب سيارة، أكو حوادث إلى آخره، شايفيها هاي الحالات مطلعين بس رأسه مثلا وجسمه كله ملفف، هي راح تسحب له من الرقبة، وإذا طفل بإعطاء يكون عن طريق الرأس ما يأخذون من الرأس بالنسبة للدم. بالنسبة للرقبة يفضل كطفل النوم على سدية أو ميز عادي، أنت عندك بنش وشوية نقول عليه دندل راسه، شوية دندل راسه ويكون السحب يعني عليه، يعني راسه عليك وانت تدخل السرنجة بهالطريقة اوكي، بس لازم شنو وياك اثنين، واحد متمرس يكون بهاي العملية، وكل ما يبكي احسن حتى يطلع الوريد يبرز. هذا بالنسبة للاطفال اللي هم اقل من عمر سنتين ماشي. هسه انت ايش راح تسوي؟ راح تتقسمون مجاميع كل ثلاثة او اربعة سوا، راح تاخذون تورنيك سرنجة قطن وكحول، الكلوفز موجودة تمام، حضريها الأخوة متفضلين. أول شيء ما أريد واحد واقف ويسحب دم نهائيا، ليش؟ لأن أثناء السحب ممكن يكون عنده شنو يخاف، يخافون الولي طبعا أكثر من البنات عندهم يصير شوية فوبيا، هاي عن تجربة زين. فتقعدوا وما تقعدوا على الستول العادي، يعني ولو احنا عندنا ستولات جوا مو هاي الكراسي، يلا احنا نوقف وراكم زين. تحضرون السرنجة ضبوها حيل، تفرغوها من الهواء، ولازم قلنا الجزء اللي هو المائل يكون الى الاعلى. خلاص اجي على التورنيكة، وين راح تشدها؟ اذا انت دائما خلي ببالك، دائما خلي ببالك اي منطقة تسحب من عندها الدم من تريد تحط فوقها التورنيكة لازم على مسافة 3 أصابع تقريبا زين. اي منطقة مثلا انت تريد تسحب من هذه تحط التورنيكة فوق منطقة السحب شقد؟ على الاقل 3 أصابع. ليش؟ اذا حطيتها كلش قريب اي عافية راح تتكسر كريات الدم الحمر، تتكسر اثناء السحب راح يصير هيموليسيس بدي الار بي سي كريات الدم الحمر، شيله دبه للدم بعد ما يفيد اوكي. اذا جيت هنا سحبت راح تكون اتجاه التورنيكه هنا زين، يعني الضبه ال خلينا نقول الكبسه مالتها راح تكون بهاي الجهه، ومسافه شقد؟ 3 أصابع على الاقل. اذا هنا راح تكون نفس الحالة بس هنا الضبة مالت التورنيك راح تكون هنا، لأن أنت راح تصير الاتجاه بهالطريقة ماشي، فتكون الضبة مالت التورنيك اللي فوق اللي هو تفتح وتسد بها هنا، وش قد المسافة؟ على الأقل 3 أصابع. أما بالنسبة للرأس فما استعمل تورنيك ينشنق مو يكون تكون شوية يعني تنومة اللي وراء إذا كان أدلت، وبالنسبة إذا كان طفل تنوم على السدية. أما إذا كان من الفوت نفس الشيء، كلكم شايفين الأصابع بالنسبة للرجل راح تكون عليها شنو هاي الأوردة الواضحة زين، تشدوها
وتسحبون عادي من عندها، بس ما ريحتوها تجربوها، جربوا لي من هذه المناطق أكثر شيء. فإن شاء الله هذه راح نجربها. بس يبقى عندنا أسأل سؤال أخير، شنو الفرق بين البلازما والسيرم؟ مش وقت تحصل على بلازما بعد سحب الدم، مش وقت تحصل على سيرم. هسه أنت سحبت دم، تحاليل تتطلب بلازما، تحاليل تتطلب سيرم. الدم هذا سحبته من الوريد بيا تيوب تخليه تحصل سيرم، وبيا تيوب تحطه تحصل على بلازما. السؤال طبعا طلاب او هجوم. ها هسه ثلاثة أرباعكم رايحين العمليات التجميل وقايلين هذا البلازما وحط البلازما والنظارة والأمة كلها، مو والله حتى أنا من الناس اللي أروح أنا أضرب بوتكس على مود الشقيقة همية. زين هاين أنت عندك هسه تيوبات اثنين، عافية، جل تيوب أكو جل خاص أو يعني بعد قل لي شنو التيوبات اللي قلت عليها؟ سنترفيوج؟ لا أنا يعني محتاجة مثلاً أكو تحاليل، يجي الطبيب يجد يخلي فد 20 تحليل، واحد عنده عملية دا يسوي يخلي له الليفر فانكشن، الكيدني فانكشنز يسوي تحاليل مالتها كله كله. زين أحتاج مثلاً يعني سيرم فد 3 سي سي أو 2 سي سي، ما أقدر أسحب له بالكابيلاري بعد. عندكم تيوبات أكثر من نوع، الشائع تيوب ما بي أي مادة مانعة للتخثر، تيوب ما بي أي مادة مانعة للتخثر، ما بي أنتي كوغلنت. زين إذا خليت بي الدم وتركته 5 إلى 10 دقائق راح تتكون الخثرة اللي جوه الفايبرين، والسائل الأصفر اللي يبقى لي فوق هو سيرم. إذا دم بدون مادة مانعة للتخثر الناتج هو مصل سيرم، دم بدون مادة مانعة للتخثر النتيجة النهائية هو شنو؟ سيرم. هاي لازم تعرفوها أنتم كصيادلة، وباشر عقب إن شاء الله راح تتعاملون يعني حتى تبيعون أنتم تمام أجهزة أو أجهزة، ما يقول لك هذا لازم تستعمل سيرم وهنا لازم تستعمل بلازما، مو؟ زين انت بجسمك اكو بلازما او سيرام؟ اعطينا ها عافيه. ليش انت بدأ عندك بلازما؟ عندي ار بي سي، عندي وايت بي سي، عندي بليتليت وياها شنو؟ بلازما. ليش عندك بلازما؟ ليش مو سيرام؟ شنو عندنا بجسمنا؟ يا مادة مانعة للتخثر. عفية عفية ممتاز، هيبارين. الليفر مالتك ينتج هيبارين، فدائما الدم مالتنا لازم يظل يفتر. شنو اللي يخليه يمنع من التخثر؟ هيبارين. هاي ما تنسوها انت، بما انه انت عندك هيبارين اذا انت بجسمك بلازما، اذا الدم اللي راح تسحبه بالمختبر دم زائدة مادة مانعة للتخثر ينطيك بلازما، ما تنسوها هاي نهائيا. هاي احنا طلابنا هيش احفظهم نهائيا ما ينسوها، دم زائدة مادة مانعة للتخثر ينطيك بلازما without سيرم. فانت من تروح تحقن بالمادة التجميل، ما تجميل يحطوها بتيوبات بيها انتي كوغلنت حتى تحصلون على بلازما، ويجون يحقنون يحطون هاي الشغلات اللي عليها. ان شاء الله نكون يعني وفينا كفينا شويه بهذا الجانب، فحتى ما اعرف شلون بعد البرنامج انا يعني بالنسبه لي انزلكم جوا واشكشككم وراها. خوش البرنامج مالتهم ما اعرف بعد شنو، انتظركم ان شاء الله جوا. ممنون. قبل ما نجيب الورشه العمليه، يتفضل دكتور باقر بكلمه. ريست، تمام، ناخذ ريست.